بغمرة لذكرى 25 احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش العلوي المجيد، وفي إطار المشاريع التنموية التي تشهدها جهة قلميم وادنون، أشرف والي الجهة رفقة رئيسة مجلس جهة قلميم وادنون والوفد المرافق لهم على تدشين مجموعة من المشاريع بإقليمي قلميم وآسا تهم قطاعات التعليم والماء والواحات. تشهد ثانوية باب الصحراء المحتضنة أقسام تقديرية تدشين مركز اللي هو يعني هاد المعلمة اللي غادي تكون غادي تحظى بالاستقبال ديال التلاميذ في مركز خاص بهم. هاد الاتفاقية اليوم اللي غادي يتم التدشين ديال هاد المعلمة فيها اتفاقية اللي كتربطنا مع مجلس الجهة، واللي هي فيها يعني تجهيز وتوفير يعني تجهيزات والعتاد الديداكتيكي، وكذلك فيها جزء اللي هو يعني في إطار تحسين ظروف الإيواء ديال الطلبة والطالبات، هو يعني تأهيل القسم الداخلي. نعمل كذلك في توسيع هذه المسالك إلى إحداث مسلك جديد في 2025-26، وذلك كذلك بحلول أو بفتح 6 حجرات أخرى إضافية اللي يتم يعني البناء ديالها في هذا المركز. افتتاح الأقسام التحضيرية بثانوية باب الصحراء، واللي إن شاء الله سوف تمكن من المروج إلى المروج التلاميذ والتلميذات إلى الأقسام التحضيرية داخل المدار الجهوي، واللي فيها بطبيعة الحال أقسام تطبيقية وكذلك للأشغال التطبيقية، وكذلك أقسام رقمية اللي كتتوفر على التجهيزات الإلكترونية والكمبيوترات المناسبة. وفي إطار اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وجماعة قلميم، تم إعطاء انطلاقة مشروع إعادة المياه العدم المعالجة وإحداث ملاعب للقرب بالوسطين الحضري والقروي، كما تم إعطاء انطلاقة بناء سوق نموذجيين وموقف تحت أرضي للسيارات بغلاف مالي بأزيد من 19 مليون درهم. وانتقل والي جهة قلميم وادنون والوفد المرافق له من أجواء حارة إلى إقليم آسا لتدشين مجموعة من السدود بدعم من مجلس جهة قلميم وشركائها، وإعطاء انطلاقة بناء معهد الطاقة والمعادن ومجموعة من المشاريع الأخرى. بالنسبة للسدود بنفع على المنطقة على إقليم آسا الزاك، وبالنسبة للسدود كامل اللي في الجهة اللي ما فاتوش شنو واللي بداوا في الاطراب، والحمد لله كنا عليهم منفعة على الجهة كاملة. وبالنسبة للسدود اللي في إقليم آسا الزاك منفعة على 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 الساكنة، ومنفعة الكسابة والفلاحة، وهذو السدود الحمد لله هما اللي بالنسبة للماء الحمد لله إلا جاب الله رحمة لا يتغير يستمر الأمور بالنسبة للملاسة. وشكرا. تم إعطاء الانطلاقة لمشاريع ذات أولوية كبرى، على رأسها مشاريع متعلقة بالماء، 3 مشاريع اللي كتدخل في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء، واللي كاين بطبيعة الحال في الورقة الوطنية للماء التي أرادها ويريدها صاحب الجلالة نصره الله. 3 هذه البرامج أو هذه السدود تدخل في إطار شراكة تجمع ما بين الجهة ووزارة الداخلية وكذلك وزارة التجهيز والماء، واللي فيها إنجاز 10 سدود بقيمة محينة تتجاوز 850 مليون ديال الدرهم. اليوم كان الإشراف على أشغال سد تيروريست، وكانت إعطاء الانطلاقة لأشغال سد بولجير، وكذلك أشغال سد عوينت لهنا. هي كلها سدود جد مهمة سوف تمكن من حماية الإقليم من الفيضانات. كانت أيضا مناسبة لإعطاء الانطلاقة لبرنامج تأهيل المدن، اللي أيضا هو ثمرة شراكة ما بين الجهة ووزارة الإسكان، واللي كانت الشطر الأول فيه 300 مليون ديال الدرهم. بدأنا اليوم بمرحلة تزيين الشوارع الرئيسية عبر الصباغة، واللي تنعطى لها الانطلاقة اليوم بإقليم آسا الزاك. وأخيرا تم السهر بطبيعة الحال كان أيضا تقديم مشروع جد مهم اللي هو مشروع حماية الواحات، اللي كذلك هو يعتبر شراكة ما بين مجلس الجهة ووزارة
الفلاحة وكذلك الوكالة الوطنية لتنمية المجالات الواحاتية لونتزوا، واللي ايضا تم كانت على شطرين. الشطر الاول كانت فيه فقط واحة أسرير، والشطر الثاني تم الاتفاق ان تكون هناك تغطية لجميع واحة الجهة. اليوم عدة مشاريع مهمة كاتفاقية اخرى مهمة، وهي يعني تشين بعد 5 ملاعب القرب، كاين اللي كتعرف واحد 11 يعني ميني بيس للنقل المدرسي اللي غادي يفك العزلة عن بعض العالم القروي او بعض الجامعات القروية. بهذه المناسبة هذه بصفتي كأحد منتخبي إقليم الزاك وباسم ساكنة الزاك نتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد والي جهة إقليم مدنون والسيدة رئيسة جهة إقليم مدنون. هذا التدشين فضاء الذاكرة التاريخي للمقاومة والتحرير للجامعة الترابية المحدث يعني كعبون مجموعة من فضاءات الذاكرة التاريخية التي أشرفت عليها المندوبية السامية في إطار صيانة الذاكرة التاريخية وإيصالها للأجيال الصاعدة. ويعتبر هذا الفضاء بمثابة مكسب مكسب كبير لهذه الساكنة والساكنة إقليم الزاك المجاهدة وخصوصا بالجامعة الترابية المحبس.